السيسي وجونسون يتفقان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا. التحالف العربي يشن غارات جوية على مواقع الميليشيات الحوثي جنوب اليمن. مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصا في حادث إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكي. موجز أنباء 11 صباحا يأتيكم من إكسترا نيوز. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلعه لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن جونسون أعرب عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدا أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقة للاستقرار منطقة الشرق الأوسط. وقد أعرب عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في فرنسا الشهر الجاري. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق. يبحث الاجتماع سبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بالقاهرة مارس الماضي، إضافة إلى تبادل الرؤى نحو تطورات القضايا العربية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. يوقع اليوم المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى بعد استكمال صياغته النهائية. وفي تصريحات له قال رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان إن المجلس جاهز لاستكمال المشوار جنبا إلى جنب مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيرا إلى أن الاتفاق أسس لبناء حكومة مدنية. شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع لميليشيات الحوثي شمالي محافظة الضالع، فيما قالت مصادر محلية إن التحالف استهدف مواقع عسكرية تتحصن فيها الميليشيات في مناطق الجب وباجة، كما استهدف تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي في يعيس أثناء استعدادهم للهجوم على مواقع للجيش اليمني. قتل وأصيب أكثر من 20 شخصا جراء إطلاق نار وقع صباح اليوم في مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية. يأتي هذا فيما قالت الشرطة الأمريكية إن منفذ الحادث قد قتل بعدما فتح النار على مجموعة من المواطنين. بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار والتقارير عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.